حضرتك دايما مسيرة من النجاح في صناعة الدواجن، ولكن أنا عايز أشرح للناس من هو الدكتور أمير اسكندر. طبيب أسنان ناجح جدا ونابه جدا في طب الأسنان، وفجأة تحول إلى صناعة الدواجن وأصبح واحد من أعمدتها. وحضرتك النهاردة بتشرف ورئيس لأكبر مدينة داجنة في الشرق الأوسط ومصر. إزاي التحول ده حصل يا دكتور؟ الحقيقة يعني خليني أدي حضرتك فكرة سريعة كده الأول عني كطبيب أسنان، وبعد كده هننتقل لموضوع الدواجن. أنا دفعة 82-83 طب أسنان، فتحت العيادة بتاعتي في سنة 87. كانت حاجة شياكة وأنا فاكر. الحمد لله. كانوا بيمثلوا عندك أفلام أيوة. مش كده؟ ومارست المهنة تقريبا لغاية 2012-2013. وفي خلال الفترة دهيت الحقيقة أن مالك وصاحب شركة كايرو 3A أستاذ أيمن رفعت الجميل صديق ليا، وابتدينا في أن احنا سنة 1999 عرض علي أن احنا نخش مع بعض كعمل كأصدقاء وكناس برضو بروفيشنال يعني، فطلب ان احنا نخش في مزارع الدواجن. فقلت له يعني مزارع الدواجن ايه، انا دكتور سنان. بس طبعا لخبرة ايمن الكبيرة في المجال ده، لان هو من اكبر مستوردي الحبوب والغلال في مصر. والحقيقة ان ايمن كرجل اعمال هو راجل ناجح جدا ومجتهد جدا 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 ووطني جدا. فاتفقنا ان احنا هنعمل مزارع دواجن، وفعلا عملنا مزارع دواجن، عملنا اكتر من مزرعة. وفي سنة 2005 بعنا المزارع دهيت للقاهرة للدواجن. كان واحنا بنبيع المزارع دهيت للقاهرة، طلبت ان انا اكمل اشراف عليها وابتدي اتعاون مع القاهرة كإدارة مستقلة. في 2011 بقيت ماسك قطاع الداجني بالكامل في شركة القاهرة الدواجن، وكنت مسؤول عن صناعة الدواجن ككل من ناحية جدود وأمهات ومعامل وتسمين وكل حاجة. في 2017 رجعت لصديق عمري، وبناء على طلب من الأيمن ومن الدولة ان احنا نقيم مشروع داجني يغطي الفجوة الاستيرادية اللي كانت موجودة في الوقت ده، اللي هي كانت حوالي 120,000 طن. فابتدينا نعمل دراسة للمشروع، وبالتعاون مع هيئات الدولة نجحنا في ان احنا ناخد 27,000 فدان في الواحات. في خلال الفترة دهيت ابتدينا نصمم المشروع على ان احنا هنكون مدينة داجنة. كيان عظيمة دكتور، زرناه في الواحات، حاجة تشرب بجد. وكيان ده هو مؤسس على انه هو يبقى كيان كأنه مزرعة واحدة صغيرة، معمول فيه كل الاحتياطات وكل الخبرات اللي موجودة عندنا والخبرات العالمية وكل المتطلبات اللي تؤدي ان احنا نبقى عندنا مشروع فعلا نفتخر بيه كدولة، ويدينا منتجات مفيش احسن منها في السوق المصري. صحيح. وده تطلب طبعا شغل كتير، والحمد لله في خلال السنة اللي فاتت دايت ابتدى الانتاج يظهر، وابتدت شركة كايرو 3A كشركة منتجة للدواجن تظهر في السوق المحلي بامكانياتها الحقيقية، وفي خطوات مستمرة في تنفيذ المشروع. خلي بالكم، برنامج الجدعان كان انفراد وحصري بزيارة مشروع المدينة الداجنة في الواحات، واللي بتستهدف انتاج اكتر من 120 مليون فرخة تسمين سنويا، وفيها مشروع عملاق للجدود الداجنة حوالي 75 ألف جد من سلالة الهبرد العالمية، و800 ألف من أمهات الدواجن الهبرد، ومجزر ضخم بطاقة 9000 طائر ساعة، ومعملين تفريخ، الأول للجدود والتاني للأمهات، يعني منظومة ما حصلتش قبل كده في مصر. خلال قد ايه يا دكتور هيكون اكتمل القوى الضاربة، بداية من الجد وحتى أو من الحبوب كمان، من الحبوب المصنعة للعلاف مرورا بالجد الأم الكتكوت المعامل، وانتهاء بفرخ التسميل اللي بياخدها المستهلك، هينتهي المشروع بالكامل خلال قد ايه؟ احنا خطتنا ان احنا باخر 2022 نكون وصلنا للمرحله الاولى من المشروع اللي هي 60 مليون طائر تبقى طاقه انتاجيه لينا. هو 60 مليون طائر ده مرحله اولى؟ مرحله اولى، احنا هدفنا 120 مليون طائر. ما شاء الله. 120 مليون طائر دول طبعا اللي بيساعدنا في الانتاج ان احنا نجحنا الحمد لله ان احنا يبقى عندنا من اول الخامات اللي هي بنستوردها من بره للسلالات العالميه، لان احنا برضو في خلال الفتره اللي فاتت دي نجحنا ان احنا نتعاقد مع شركه هبرد ان احنا وكيل ليها في السوق المصري.
ودي حاجة أنا أفتخر بيها شخصيا وتفتخر بيها كايرو 3A. وهابرد سلالة عالمية بقالها 100 سنة في العالم. أنا أتذكر التليفون محمد أنا اتعاقدت مع هابرد بالظبط كده. هنتكلم قريب سلام. احنا ده حقيقة من الانجازات اللي التيم بتاع كايرو 3A للدواجن بنفتخر بيه. وهابرد كانت كشركة عالمية اشتريتها شركة افياجان العالمية من 3 سنين تقريبا. وافياجان شركات التأصيل الوراثي في العالم. من اكبر شركات هم بيستحوذوا على 65% من الانتاج العالمي. صحيح. من خلال 3 سلالات او 4 سلالات هم بينتجوها. جم المشروع بتاع المدينة الداجنة شافوا المخطط حقيقة هم وافقوا لما جم زاروا المدينة الداجنة. لان هم برضو مش متخيلين ان في مشروع بالتخطيط ده بالتنظيم ده ممكن يكون متواجد على ارض الواقع. زائد ان الموقع في الواحات نفسها ده موقع مميز جدا من ناحية البعد الوقائي ما بين اي انتاج. محمية طبيعية هناك. الجبال تحصرها من كل مكان. ومفيد للدولة ومفيد للفكر الدعوة اللي بتدعوها الدولة ان احنا نخلق مجتمعات جديدة. وبالذات في الجنوب احنا تقريبا 90% من العمالة اللي موجودة من الصعيد. صحيح. ومن ابناء الواحات. ومن ابناء الواحات. السياحة وزراعة النخيل. بالضبط كده. فدي الحقيقة كانت يعني من ضمن الأهداف شركة كايرو 3A إن هي تروح في حتة تخلق فيها مجتمع جديد في نفس الوقت ده هيبقى له مردود جيد على الإنتاج نفسه نظرا للبعد الوقائي والمحمية الطبيعية زي ما حضرتك قلت. وفي نفس الوقت هناك أنت بتنمي المجتمع نفسه ككل ودي بتبقى إضافة للمنطقة اللي بيتعمل فيها المشروع.